بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة والتسليم. إن شاء الله بإذن الله تعالى النهاردة هبقى معاكم في ندوة الذكاء الاصطناعي في التعليم، كيف نستعد للمستقبل. طبعا في البداية أنا بشكر طبعا عناب اللي هي يعني أتاحت لي الفرصة إن أنا أبقى معاكم النهاردة. هي أتاحت لي الفرصة مرتين، مرة إن أنا أبقى معاكم في الندوة بتاعة اليوم اللي هي الخاصه بالذكاء الاصطناعي في التعليم، والمره الاخرى هي اتاحت لي ان انا اقدم دوره على المنصه، وده الار كيو كود للاشتراك فيها الخاص بالمنصه، تقدروا تستفيدوا منها برضو. فيعني شكرا ليها وجزاكم الله خير عننا اعناب فيما تقدمه للمعلم. طبعا انا هعمل سكيب للتعريف الخاص بيا، الاخت العزيزه تفضلت بالتعريف وافاضت يعني واسردت، عشان ندخل على طول ونسرع الوقت اكتر واكتر باذن الله في الندوه بتاعتنا. في ماذا سوف نتحدث في هذه الندوه اليوم؟ هنتحدث في شكل لطيف وبسيط كده، يعني في مدار ساعه او اقل ان شاء الله باذن الله تعالى، علشان ما تحسوش باي ملل، عن ست حاجات. الست حاجات دول هنتحدث كيف ابدا في الذكاء الاصطناعي، وطبعا هتلاقوني مركز قوي في التعليم. الجزء الثاني هنتكلم عن دور المعلمين في عصر الذكاء الاصطناعي، والمطلوب من المعلمين قبل اقتحام عصر الذكاء الاصطناعي مطلوب منهم يعملوا ايه؟ ده هنتكلم عنه النهارده. ثم هنتكلم في ثالث حاجه عن مدى الغنى في المواد التعليميه والامور بكثره فيها في عصر الذكاء الاصطناعي. هنتكلم عن البيانات وتحسين العمليه التعليميه وكيف يتم هذه البيانات. ثم ايه الوظائف الجديدة في سوق العمل التعليمي؟ هنتكلم عليه بشكل سريع كده، ونختم مع بعض بإذن الله تعالى في التحديات والأخلاقيات الأمنية، ثم نترك المجال ليكم بإذن الله في النقاش أو الأسئلة أو أي استفسار. خلونا نبدأ أول حاجة، السؤال اللي بيراود ناس كتير: إزاي أنا كمعلم أو كمتخصص في التعليم أبدأ في عصر الذكاء الاصطناعي؟ دي جزء مهم جدا. اول جزئيه، انا هبدا ازاي مع في ظل التخبط اللي موجود معايا، في ظل التفاصيل اللي بشوفها، في ظل كل الامور دي، تمام كده؟ ازاي ابدا في عصر الذكاء الاصطناعي بشكل منظم؟ تمام كده، تمام كده. فهبدا بشكل بسيط جدا بترتيب الافكار بتاعتنا في شغلها بشكل مبسط. هبدأها بالشكل اللي أنا هنمشي معاه بالطريقة. خلونا نبدأ نشوف إيه اللي مطلوب مننا أبدأ إزاي. طبعا قسموا مستويات الاستفادة من أي تقنية وليس الذكاء الاصطناعي فقط، قسمها كده لثلاث مراحل كمعلم. اللي فيه مرحلة بتبقى المعرفة، ثم بعد المعرفة بمدة فيها والاستفادة من المعرفة والأمور الأخرى ننتقل إلى الخبرة، ثم بعد الخبرة ننتقل إلى الإبداع. فلازم تحدد مستواك، انت في انهي مستوى؟ انت في مستوى المعرفه دلوقتي، ولا وصلت في الخبره في ادوات الذكاء الاصطناعي ووصلت للابداع؟ كل الامور دي لازم نحددها سويا، ونشوف الاجزاء بتاعتنا تمشي ازاي علشان تبدا تشتغل معانا بشكل كويس. خلونا نبدا خطوات معينه ازاي ابدا في الذكاء الاصطناعي، ودي البدايه الحقيقيه في شكل نقاط في الذكاء الاصطناعي. بيمر بثلاث مراحل، انا يعني سابقا كنت عامل زي نموذج اللي مفروض انا امر بحاجه اسمها الوعي، ثم التكامل، ثم التعاون، تمام كده؟ والتعاون ده اعلى حاجه عندي، اللي انا بتعاون مع جهات اخرين واشخاص اخرين وغيرهم من هذه. طبعا في نقطه مهمه لازم نوضحها للقائمين على التعليم والمعلمين وغيرهم من الاشخاص المهتمين بالعمليه التعليميه ودمج الذكاء الاصطناعي في التعليم. الذكاء الاصطناعي يتطلب مننا فهم عميق لنظريات الذكاء، نظريات التدريس، نظريات التعلم، كل ده لازم نفهمه، كل النظريات الخاصة بالتصميم التعليمي، كل ده علشان أقدر أدمج وليس أستخدم فقط. إحنا محتاجين ندمج الذكاء الاصطناعي داخل العملية التعليمية وليس الاستخدام. خلونا نمسك مرحلة مرحلة ونشوف إيه اللي مطلوب مننا ننفذه، علشان لو كنا دخلنا بشكل ما للذكاء الاصطناعي وحسينا بتشتت، نبدأ نعيد أوراقنا مرة أخرى في الترتيب. أول حاجة مرحلة الوعي. مرحلة الوعي دي مرحلة مهمة جدا في ظل التخبط اللي حادث اللي يحدث على السوشيال ميديا
والقنوات التعليميه وغيره، وعي بايه؟ انا لازم، انا كمعلم لازم افهم تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال حاجات مهمه، من خلال المشاركه في دورات تدريبيه وورش عمل، وليس فقط الاعتماد على الفيديوهات القصيره او على الريلز اللي موجوده على السوشيال ميديا. يبقى انا كده فهمت الذكاء الاصطناعي. ده مش هيديك فهم، ده هيديك بس معرفه قشريه كده، مجرد قشور للمعرفه للجزء الخاص بي. فالجزء ده مهم جدا، لازم نفهمه، نفهم تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال ايه؟ من خلال دورات ذات ثقه، ورش عمل، واشخاص يعني عندهم الدراية والمعرفة بأدوات الذكاء الاصطناعي كتكنولوجيا وكيف دمجها في العملية التعليمية. فدي أول مرحلة في مرحلة الوعي بتاعنا علشان نبدأ ندوق نرتب فورا. تاني مرحلة لازم نفهم اللي فيه آثار أخلاقية للذكاء الاصطناعي في التعليم، زي الغش، زي اللي أنا هبدأ أعمل حاجات خاصة بالمعرفة، اللي أنا هجيب معرفة أو هعمل كرييت لمواد تعليمية لازم يحصل لها فهم، لازم يحصل لها تعديل من قبلي. كل الأمور دي محتاج أنا أفهمها، وأبقى محتاج اللي أنا يبقى عندي فهم للآثار الأخلاقية اللي هتحدث، ويبقى عندي فلتر داخلي. فلتر داخلي اللي في إيه؟ اللي ما لا أتجاوز أخلاقيات أو لا أتجاوز المشاكل اللي هتحدث في الجزئية الخاصة بالتعليم وأخلاقيات في الذكاء الاصطناعي. يبقى هستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي كما يجب أن تستخدم. تالت حاجة في مرحلة الوعي، استكشاف بقى أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة واستخداماتها المحتملة في التدريس والتعلم. ناس هتقول لي يعني إيه؟ يعني دلوقتي بقى عندي أمواج متلاطمة من أدوات الذكاء الاصطناعي موجودة في الإنترنت، وتحتاج مننا اللي إحنا نفهمها ونستكشفها. بعضها ممكن يكون بعيد عن التدريس والتعليم، ممكن يكون للناس اللي بتشتغل في الماركتينج او الناس اللي بتشتغل في الديزاين او غيره من هذه الامور. بس محتاجه مني ايه بقى؟ محتاجه مني حتى التعرف عليها علشان افهم الموضوع ماشي ازاي، افهم الكونسبت بتاع الادوات دي شغاله ازاي، ومحتاجه مني التفكير بذكاء. التفكير بذكاء ازاي؟ خبرتي التعليميه ممكن احول هذه الادوات بما تحمله من قوة وما تحمله من مهارات أخرى بعيد عن التعليم للتعليم. فدي محتاجة مني اللي أنا لازم أستكشفها، غير الأدوات الصريحة اللي للتعليم. هتلاقوا في أدوات صريحة في التعليم خارجة بصراحة في التعليم، تمام كده؟ هتشتغل بالشكل ده، خارجة بصراحة في التعليم إزاي؟ اللي دي رايحة للتعليم، دي بتعمل اختبارات تعليمية عن طريق الذكاء الاصطناعي، دي بتعمل محتوى تعليمي عن طريق الذكاء الاصطناعي، دي بتعمل كذا، دي بتعمل كذا، دي بتعمل كذا. في أدوات تانية بعيد عن التعليم بتعمل حاجات فنية، طب دي أنا هستفيد منها في التعليم إزاي؟ لا، هقدر أستفيد منها في التعليم لما أبدأ أطوعها للتعليم، فلازم أنا أستكشفها في مرحلة الوعي. خلصت مرحلة الوعي، أنتقل للمرحلة اللي هي التكامل، ودي يعني من أفضل أو من أقوى المراحل اللي تهمني في اي تكنولوجي. في اي تكنولوجي ازاي؟ اي تكنولوجي لازم وانا بستخدمها في البدايه لازم احدد ادوات الذكاء الاصطناعي المناسبه لاهداف وانشطه الماده الخاصه بيا او للعمليه التعليميه بتاعتي. فدي نقطه مهمه لازم احددها، مش اي حاجه استخدمها، مش اي اداه استخدمها. انا ليا خصوصيه في التعليم، مش انا بتاع فن، مش انا بتاع تسويق، فممكن الاداه تعمل لي محتوى، المحتوى جميل، محتوى تسويقي، ده بيهم الناس اللي هم بيبيعوا التسويق. انا عندي ادواتي لازم تعمل في الشغل بتاعي، ماشي كده معايا؟ فكل النقطه دي محتاجه تبقى معانا في الجزئيه دي، اللي احنا نفهم اللي ازاي الادوات دي بتشتغل بقوه معانا. فلازم حدد الادوات بما يتناسب مع أهدافنا، بما يتناسب مع أنشطتنا التعليمية. فدي أول نقطة في عملية التكامل عشان أوصل للليفل اللي للأسف معظم الشغل عمل اللي معمول في الأدوات، حتى مش الذكاء الاصطناعي، في أي تقنية من التقنيات الحديثة، ما بنوصلش للتكامل مع المادة التعليمية، وبيحدث نفور من الأدوات التكنولوجية بسبب هذه النقطة، اللي أنا استخدمت الادوات بدون النظر لاهدافي التعليميه، بدون النظر لانشطتي التعليميه، تمام كده؟ بعد ما حددت ادوات عشان تخدم اهدافي التعليميه واهداف العمليه التعليميه، فدي اول نقطه في عمليه التكامل. انا عايز اوصل للتكامل وليس الاستخدام فقط، وليس
مجرد الموضه. تاني حاجه بعد التحديد تكييف. يعني ايه تكييف؟ تكييف ادوات الذكاء الاصطناعي اللي تتماشى بقى مع متطلبات المناهج الدراسيه ومتطلبات اهداف التعلم ككل، وليس اهداف انشطه معينه. يعني انا عملت في عمليه التحديد دي عمليه زي ما بقول تيست، تجربه. تجربه ازاي؟ عملت تجربه لمجموعه اهداف وانشطه وشفت الادوات دي هتتناسب في العمليه التعليميه، هبدا اخش في الليفل رقم 2 اللي هو عمليه التكييف، اللي انا اتكيف تمام كده او اكيف الادوات الخاصه بالذكاء الاصطناعي مع متطلبات المناهج الدراسيه واهداف التعلم، وبالتالي هتبدا تشتغل معايا في كده. خلاص، يبقى تحديد، تكييف، ثم ثالث حاجه تدريب المتعلمين. ودي نقطه مهمه، المتعلمين في عصر الذكاء الاصطناعي وادواته اصبح ليهم دور. يعني ايه؟ يعني اصبح ليهم تفاعل مع هذه الادوات وليس مجرد مشاهد. فما ينفعش المتعلم اللي هو الطالب بتاعك والطالبه، ما ينفعش ما تدربهمش على استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي علشان تلبيه احتياجاتهم. بامور ايه؟ احنا اتكلمنا على الاثار الاخلاقيه في النقطه الاولى بتاعت الوعي، بما يتناسب مع الاثار الاخلاقيه دي، بما يتناسب مع المعايير، بما يتناسب مع الاخلاق، كل الامور دي. فانا الثلاث حاجات دول علشان ابقى وصل لعمليه التكامل وعمليه الدم الخاصه بادوات الذكاء الاصطناعي لازم اشتغل عليهم. طبعا هم ثلاث نقاط بس، كل نقطه ممكن تاخد وقت طويل في العمل، يعني ممكن تاخد بالشهور، مش فكره يوم يومين، عشان بعض الناس هتظن ان انا اختصرتهم في ثلاث نقاط، ده خلاص على اخر الاسبوع هقعد يومين في الويك اند هبدا اعمل كل ده وابدا اوصل لعمليه الدمج دي والادوات استخدمها وتبقى جميله جدا. فيحدث العكس. يحدث العكس ازاي؟ يحصل اصطدام اللي ما حصلش اللي انت بتقول عليه ده. لا، انا بقول اللي ده ياخد مده، مش ياخد مده قصيره، يوم يومين، فلازم انت تعمل له خطه وبلان واضح عشان توصل لعمليه التكامل. تمام كده؟ ثالث حاجه علشان ابدا بشكل صحيح في الذكاء الاصطناعي، التعاون. اخر حاجه بقى اللي هي رقم ثلاثه. يعني ايه التعاون؟ يعني التعاون ده هيبدا انا في مرحله التكامل بدات ادرب المتعلمين والمعلمين، المعلمين بداوا يفهموا الادوات والمتعلمين بداوا يفهموا، فهبدا اعمل اعاده تصميم للانشطه التعليميه القديمه اللي هي الحاليه. ليه؟ علشان تتناسب مع حاجتين، او علشان تشجع التفاعل بين المتعلمين والمعلمين وادوات الذكاء الاصطناعي. انا بقى عندي ثلاث اعمده او ثلاث اركان: ادوات الذكاء الاصطناعي، ثم المعلمين، ثم المتعلمين. الثلاثه دول هيتفاعلوا مع بعض ازاي؟ هيتفاعلوا مع بعض اللي انا لازم اهيئ الانشطه التعليميه والمناهج التعليميه بما يتناسب مع الثلاثه علشان يتفاعلوا معاه، مع الامكانيات الجديده. ما ينفعش يبقى النشاط اصلا ما ينفعش ينفذ او اشتغل بيه بادوات الذكاء الاصطناعي وعايز الناس تتفاعل فيه، مش هيحصل تفاعل. علشان كده المناهج او القائمين على المناهج عليهم يعني هم كبير جدا، تمام، ومجهود كبير، اللي هو مفروض المناهج تتاقلم تبقى ابديت ليرنينج، يعني تتاقلم مع العمليه الجديده، مع الادوات الجديده. تمام كده؟ فدي اول جزئيه في التعامل. تاني جزئيه لازم نشتغل على تحليل وتعزيز حل المشكلات والتفكير ومهارات التفكير العليا في التعاون مع الذكاء الاصطناعي. الجزئين دول هم اللي هيميز الناس الفترة القادمة. الفترة القادمة اللي هتبقى مميز مش اللي بيعرف فقط يتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، اللي بيعرف يحل المشكلات أو عنده مهارات لحل المشكلات ومهارات للتفكير الإبداعي ومهارات التفكير العليا، وبيعمل زي بلورة لكل هذه المهارات في التعامل مع الأدوات. ليه؟ هتساعده في طرح الأسئلة الصحيحة في الأدوات، هتساعده في التفاعل الصحيح، هتساعده في حل المشكلات فيما يظهر مع أدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز هذه الحاجة. تمام؟ ثالث حاجة هنشجع المتعلمين، لازم المتعلمين، عشان كده قلت لكم في عصر الذكاء الاصطناعي المتعلمين ليهم دور، الطالب ليه دور كبير، لازم أشجع المتعلمين على تقديم ملاحظاتهم حول المخرجات اللي بتخرج من أدوات الذكاء الاصطناعي، وليس فقط اللي هو قاعد ساكت، لا. ادي ملاحظات، عدل في الحاجات اللي خارجه من الذكاء الاصطناعي، انا بعمل صوره، بعمل تكست، بعمل حاجه، كل ده هيساعد في ايه؟
هو مش بيساعد في تطوير ادوات الذكاء الاصطناعي، لا، ده بيساعد في تطوير تفكير الطالب، بيساعد في ثبات المعرفه، بيساعد في تطوير مهاراته. ليه؟ خلاص هو بقى بينتج المحتوى، بقى بيتفاعل مع المحتوى وبيبدأ يغيره، بقى بيدي ملاحظات على المحتوى، بقى بيدي ملاحظات على العمليه التعليميه، تمام؟ بما يتناسب مع المعايير والاخلاقيات، مش هيدي بشكل غير مؤدب زي ما بيقولوا. فدي النقطه المهمه. دول الثلاث حاجات اللي عندي اللي مهمين: وعي، ثم تكامل، ثم تعاون. لازم نترسم خطه عشان ابدا الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح. لو انا دخلت، وكتير دلوقتي يعني كلنا نمتلك مهارات في التعامل مع ادوات الذكاء الاصطناعي، نحاول النهارده نبدا نعمل اعاده ترتيب اوراقنا تاني بما يتناسب مع هذه الفكره للوصول للانطلاق بقى، مش البدايه، احنا بدانا، انا بتكلم عن الناس اللي بدات. هتبدا يبقى اعاده ترتيب الاوراق ده هيخلوهم ينطلقوا في عالم الابداع واقصى وقت، تمام كده؟ دي الجزئيه الاولانيه. الجزئيه الثانيه في ندوتنا النهارده دور المعلمين في عصر الذكاء الاصطناعي، وده دور مهم جدا. ليه دور مهم جدا؟ علشان الناس بصه برضو ان المعلم دوره في عصر الذكاء الاصطناعي اللي لازم يهتم بادوات الذكاء الاصطناعي بس، تمام كده؟ انا مختلف في التفكير شويه في النقطه دي. لا، المعلم ليه مجموعه ادوار لازم يشتغل عليها عشان يبدع في التعامل مع كل ما يطرأ من ادوات الذكاء الاصطناعي، وكل ما يطرأ من تغيرات جديده او قادمه من التقنيه. ايه هم في حدود 8 ادوار. اول نقطه عندي اللي هي المرونه التكنولوجيه. يعني ايه المرونه التكنولوجيه؟ احنا قبل الكورونا كانت الناس بتتخوف من التعليم الالكتروني، وبالتالي ما كانش عندها مرونه اللي هي تتعلم التكنولوجيا. لحد ما حدث الكورونا، يعني ربنا لا يعيدها ايام، بدانا لازم نتعلم. لا، انا عايز الناس من البدايه دلوقتي يبقى عندها مرونه تكنولوجيه. لا نكرر ما حدث ما قبل الكورونا في التعامل مع ادوات التعليم الالكتروني وغيرها. كنا برضو متخوفين، كنا مش عايزين نجرب، كان عندنا ما عندناش المرونه التكنولوجيه. المرونه دي مهمه دلوقتي، المرونه دي اشتغلوا على نفسكم فيها. اي ادوات جربها، انا ما بقولش طبقها على طول، جربها، ابدا اشتغل على اي تكنولوجي بتظهر من الادوات الجديده، ادوات الذكاء الاصطناعي وغيرها من هذه الادوات، علشان تبدا تشوف ايه الاحسن وايه الافضل ليك والشغل بتاعك يمشي ازاي. فدي اول نقطه عندي، المرونه التكنولوجيه. تاني نقطة عندي من الدور المهم اللي يشتغل عليه المعلم الفترة دي، اللي هي القدرة على توجيه الطلاب في استخدام التكنولوجيا. ما ينفعش الطالب بتاعي وأنا معلمه يبقى هو أكثر إلماما مني بالتكنولوجيا. هنعرف اللي طبقا للتقسيم اللي احنا اتكلمنا سابقا عليه في محاضراتي عن المواطنة الرقمية وغيره، اللي الطالب يعتبر هو المواطن الأصلي أو المواطن الرقمي، وأنا مجرد مهاجر عشان أنا كبير في السن وبدأت التكنولوجيا متأخر، بس لازم يبقى أنا اللي ماسك الدفة. يعني إيه؟ يعني أنا اللي بتعلم أكتر، أنا اللي فاهم أكتر في التكنولوجيا، بدخل أكتر في المحتوى الرقمي وغيره، علشان أنا اللي أوجه الطلاب بتوعي، مش هم اللي يسوقوا الموضوع، أنا اللي هبقى أنا القائد. فدي الجزء المهم اللي أبدأ أشتغل عليه. لو أنا عندي، أتكلم بصراحة، أنا عندي نقص في كذا، لازم أعالج هذا النقص. فلازم تبقى صريح مع نفسك، حتى لو وصلت يعني لاعلى المراتب في التدريس او في اعضاء هيئه التدريس في الجامعه، مش عيب ان انا ارجع اتعلم مره اخرى حتى يعني ابقى انا قائد التكنولوجيا او انا قائد التوجيه للطلبه. فده دور مهم جدا. الدور الثالث عندي اللي هو تعزيز مهارات التفكير وحل المشكلات، ودي اللي انا بقول لكم عليها. الجزئيه دي مهمه جدا جدا جدا، يعني هي دي اللي هتخليك تنطلق في التكنولوجيا. مهارات حل المشكلات، مهارات التفكير النقدي، مهارات التفكير الإبداعي، كل الحاجات دي نقط مهمة جدا جدا. ليه؟ علشان دي اللي هتحفز الطلاب بتوعك، هتحفزك أنت وتعززك على طرح أفكار وأنشطة تلائم الأدوات الخاصة بالذكاء الاصطناعي وأي أدوات تطرق أخرى. يعني الكلام بتاعنا ده مش للأدوات بس خاصة بالذكاء الاصطناعي، أي أدوات تكنولوجية تطرق فهيبقى هيحصل فيها دي. فالمهارات دي مهمة، مش كلام نظري ولا كلام مجرد كلام بنقوله في المحاضرات، لا، ده مطبق عمليا. لما بيبقى عندي مهارات دي بتبدأ تديني نظرة أوسع للتعامل مع الأدوات، نظرة أوسع في تناول المادة التعليمية اللي أنا بقدمها ودمجها في الأدوات التقنية وغيرها، كل ده بيشتغل. رابع حاجة، لازم
يكون عندي فلسفتي الخاصة، أو زي بيقولوا كده دستوري الخاص كمعلم. دستوري الخاص كمعلم لا أتوقف عن التعليم، التعليم أو التعلم المستدام والتحسين المستمر. دي هي دستورك في الفترة القادمة. ليه؟ إذا لم يكون لديك رسالة التعلم المستدام والتحسين المستمر ليك وللعملية التعليمية، سوف لن يكون لك مكان الفترة القادمة. أنا مش بقول إن هم هيلغوا الوظيفة بتاعتك كمعلم، ولكن هتبقى مجرد معلم قديم للتكنولوجيا القديمة. خلاص كده؟ وبالتالي هتلاقيك اللي أنت اللغة بينك وبين المعلمين الآخرين اللي سبقوك في التحسين المستمر والتطوير المهني الخاص بيهم سبقتك، مفيش لغة متواصلة بينك وبينهم، أنت فقدت اللغة، وبالتالي فقدت اللغة برضو بينك وبين الطلاب. فدي نقطة مهمة جدا لازم أشتغل عليها كمعلم في هذه الفترة. حسن نفسك بشكل مستمر، لا تتوقف على شيء. أنا ليا محاضرة على القناة التعليمية الخاصة بيا اسمها فلسفة ما بعد الدال، بعد حصولي على الدكتوراه، اللي لقيتها أصعب ما قبل الدكتوراه. ليه؟ علشان بعد حصولي على الدكتوراه أصبح اللي أنت وصلت خلاص للشهادات العليا، بعد كده المفروض اللي يبقى عندك توجه لتطويرك الذاتي، وتوجه اللي يبقى يكون عندك مدرسة تعليمية الناس تتبع هذه المدرسة. هل هنوصل لكده ولا لأ؟ زي العلماء المسلمين القدامى. فكل دي النقطة، لازم يبقى عندك دستورك، لازم يبقى عندك فلسفتك الخاصة اللي تشتغل عليها. خامس حاجة عندي، القدرة على التعامل مع البيانات. ودي نقطة بقى من النقاط الجديدة فيما افرزه التكنولوجيا الحديثه، زي ادوات زي شبكات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وزي ادوات الذكاء الاصطناعي وغيرها. اصبح عندي مهمه كبيره جدا اللي انا بقى عندي كم كبير من البيانات، وعندي دلوقتي في التعليم برضو كم كبير من البيانات. فين؟ في منصات الليرنينج مانجمنت سيستم. الليرنينج مانجمنت سيستم دلوقتي في بيانات كبيره جدا، ولكن للاسف القائمين على التعليم والقائمين على المنصات التعليمية لا يستفيدوا من هذه البيانات. ليه؟ البيانات اللي بتخرج كل سنة أو كل فصل دراسي من الطلبة ومن تفاعلهم ومن المناهج وتفاعلهم مع المناهج وغيره، ومن الحضور والغياب وغيره، ومن هذه الأمور لو اتعمل لها تحليل صح هنوصل لتحسين العملية التعليمية، لتحسين أداء المعلم وتحسين أداء الطالب. هنوصل لكده. فالتعامل مع القدرة على التعامل مع البيانات في جمعها وتحليلها بقى مهم جدا للمعلم يتعلمه. دي نقطة مهمة، أنا مش بقول لكم كلام والله من وراء الشاشة، الكلام ده مطبق تمام كده. أنا غير التدريس أنا بشتغل بإيدي في المجال التقني، فبقت الداتا دلوقتي بعض الناس بيسموها هي نفط المستقبل، النفط الخاص بالمستقبل، يعني البترول بتاعك. فدي هي اللي هتساعدك في النقطة دي. خامس حاجة. سادس حاجة بقى، التفكير الإبداعي وتشجيع الطلاب على هذا النقطة. احنا النقطة دي مهمة جدا في عصر ادوات الذكاء الاصطناعي دلوقتي، بقى كل الناس تقدر تصل الى سقف الابداع وتبدع. ليه؟ ادوات بتعمل لك اختراعات، ادوات بتعمل لك كرييت لاي شيء، نص يعني تقدر تبقى كاتب مميز، تقدر تبقى مصمم مميز، تقدر تدمج بين التصميم والصور الجميلة في البرزنتيشن الخاص بيك وغيره من هذه الأمور، تقدر تعمل فيديوهات تعليمية بشكل قوي، مش محتاج بقى كاميرا ومحتاج حد يبقى معاك مونتير. كل الأدوات دي وكل الأمور دي تقدر تستفيد منها في الجزئية دي. سابع حاجة عندي، القدرة على توجيه الطلاب للاستقلالية، وده ما يدعو لأدوات الذكاء الاصطناعي اللي مفروض المعلم يبقى عنده بلان وخطة واضحة لقدرته على توجيه الطلاب للاستقلالية. يعني ايه؟ احنا مش بننادي بالتعلم الذاتي، مش بننادي بالتعلم مدى الحياة. لن يتحقق التعلم الذاتي ولن يتحقق التعلم مدى الحياة للطلاب واللي احنا بننادي فيه في دورات وغيره الا لما اخليه يستقل بالتعليم، يبقى عنده الدافعية والحافز اللي هو يتعلم ويبقى نشط. كل ده بيحصل دلوقتي في الادوات الذكاء الاصطناعي. ادوات الذكاء الاصطناعي في التفاعل معاها بقت مبدعة، بس محتاجة مفاتيح من حضراتكم، محتاجة التعرف عليها بشكل قوي عشان نوصل للنقطة دي. آخر حاجة عندي، التفاعل الاجتماعي والمهارات الشخصية، وده جزء مهم جدا. بقينا كان الأول الناس بتتخوف منه، الناس بتتخوف من التفاعل في السوشيال ميديا، من التفاعل الاجتماعي والعلاقات الشخصية مع الطلاب وغيره.
كنا الاول بنتخوف، حاليا لا، حاليا يجب التفاعل الاجتماعي فيس تو فيس، والتفاعل الاجتماعي على ادوات السوشيال ميديا حتى اتعرف على طلابي بشكل اكثر، وطلابي يتعرفوا على فكري وعلى توجهاتي وعلى ادواتي اللي بستخدمها في ادوات السوشيال ميديا وغيره. كل ده برضو هيساعدهم اللي هم ينضجوا، وكل ده هيساعدني الثمان حاجات اللي احنا كلمهم بشكل سريع في كل حاجه، في وضوح دور المعلم وترتيب اوراقه. كل نقطه من النقاط بتاعت الندوه دي هتساعدني في اللي انا اعيد ترتيب اوراقي علشان ابدع اكثر واكثر في عصر الذكاء الاصطناعي. فدي النقطه الثانيه اللي عندي، دور المعلمين في عصر الذكاء الاصطناعي بيمر بثمان ادوار، محتاج خطه من حضراتكم، محتاج توضح كل ده في شكل بلان بسيط علشان تنطلق اكثر واكثر باذن الله تعالى. عصر الذكاء الاصطناعي في النقطه الثالثه افرز لنا موارد تعليميه غنيه جدا، موارد تعليميه غنيه جدا، واصبح الان يجب علينا الانطلاق بالتعامل مع هذه الموارد بما ينعكس على تطوير مهاراتنا كمعلمين، وبما ينعكس على تطوير العمليه التعليميه وطلابنا الاعزاء. اعمل ايه؟ المواد التعليميه الغنيه اللي افرزها ادوات الذكاء الاصطناعي وعصر الذكاء الاصطناعي هنتكلم عليهم على محورين بشكل مبسط. الموارد اللي افرزت دلوقتي او ظهرت كمواد تعليميه ظهرت على مستوى انشاء الموارد نفسها وسهولتها، وتاني حاجه البحث عن الموارد. يبقى عندي الانشاء وعندي البحث. تمام كده؟ يعني ايه الكلمتين دول؟ خلونا نبدا من تاني واحده، البحث عن الموارد. البحث عن الموارد التعليميه دلوقتي، كان الاول انا ببحث بالشكل التقليدي وابدا ادخل على مواقع وابدا اعمل كذا. لا، دلوقتي ادوات الذكاء الاصطناعي زي مواقع يو وغيرها وزي جوجل وتطوير ادوات جوجل الخاصه بالبحث، اصبح دلوقتي الادوات اللي قدام حضراتكم دي انت بتقدر تبحث وبتوصلك للبحث اللي انت عايزه بالظبط، للمعلومه وللمحتوى اللي انت عاوزه. مش كده وبس، للباحثين بقى اصبح في مواقع بتوصلهم للرسائل العلميه بشكل كامل والابحاث المحكمه كمان. فبالتالي انا اقدر دلوقتي ابحث عن الموارد ويبقى عندي مواد تعليميه وموارد تعليميه قويه جدا عن طريق الاستفاده من المواقع البحثيه او مواقع البحث القائمه على ادوات الذكاء الاصطناعي واللي بتوصلني للاداه بشكل قوي. فدي اول نقطه من النقاط المهمه في البحث عن الموارد. النقطه بقى الاكبر اللي اجلتها اللي هي النقطه الاولى، انشاء الموارد. يعني ايه انشاء الموارد؟ انشاء الموارد دي اللي احنا بنعيشه دلوقتي. احنا كنا زمان لما بنيجي نعمل محتوى رقمي تعليمي بناخد بروسس كتيره ليه. تمام كده؟ اللي انا اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. تمام؟ دلوقتي لا، دلوقتي بنحتاج اللي احنا ادوات نفهمها ونفهم المحتوى العلمي بتاعي ونفهم كل الاجزاء دي كلها. تمام؟ ونبدا نشتغل عليه. في ناس طلبت ان انا افتح الكاميرا، هفتح لكم الكاميرا. حاضر، اديني فتحت لكم الكاميرا، شايفيني كده. تمام؟ فانشاء الموارد بيمر ان انا لازم اتعلم ادوات معينه، ودي ادوات بقت سهله دلوقتي. بقى عندي عشان اوصل لانشاء الموارد دي هتعلم مجموعه من المهارات، مهارات خاصه بتوليد الصور واصبح ليها ادوات، مهارات لتوليد الاختبارات والتقويم او التقييمات، مهارات لمقاطع الفيديو، توليد النصوص، وعلى راس المواقع دي الشات اللي هو بتاع اوبن اي، شات جي بي تي، و البيرد الخاص بجوجل اللي اتطور دلوقتي جيميناي، بقى تطور جيميناي، وادوات كتير جدا. وتقدروا تطلعوا على هذه الادوات في الدوره على منصه اعناب، يعني تقدروا تتطوعوا عليها او على بعد ما تتطلعوا او تشوفوا الدوره في منصه اعداد. ممكن في ادوات كتير على السوشيال ميديا وعلى الانترنت وعلى قناتي التعليميه بتساعد في انشاء الموارد التعليميه. وده خليني انتقل من مجرد معلم مستخدم للمواد التعليميه الى معلم منتج للعمليه التعليميه. مش انا وبس، لو رجعنا ورا في الشرائح السابقه للندوه بتاعتنا النهارده، انا دلوقتي اصبح الطالب كمان بينتج معايا عن طريق الادوات دي، ودي ادوات كتير جدا محتاج تنظم. بس محتاج انصح في جزء الانشاء ده بخطوتين مهمين انا ما كتبتهمش، بس خلوني ادي نصيحه بيهم علشان انشئ
موارد تعليميه بشكل قوي، لازم اتمكن من حاجتين. لازم اتمكن من حاجتين، دول نقطتين مهمين بصراحه. اتمكن من المحتوى العلمي اللي انا هنشئ له الماده التعليميه بتاعته، وده طبعا حضراتكم هتبقوا متمكنين فيه بحكم اللي انتم معلمين وقائمين في العمليه التعليميه. وتاني حاجه لازم اتعرف على مراحل ومهارات التصميم التعليمي. التصميم التعليمي هيساعدك اللي انت تقسم الماده رقميا بشكل بسيط، وتبدا تخش على ادوات الذكاء الاصطناعي اللي انت محتاجه. عايز تنتج فيديو بتنتجه، عايز تنتج اختبار بتنتجه، عايز تولد نص بتولد النص بتاعه، وهكذا. تمام كده؟ فدي النصيحتين اللي قبل ما تدخل في انشاء الموارد. فيبقى عندك كده حاجتين: انشئ الموارد الخاصه بيك، وابحث عن هذه الموارد، واستفيد من الادوات الغنيه والتي تقدم لنا اشياء كثيره جدا في الجزئيه دي عشان نشتغل عليها. تمام كده؟ فدي جزئيه مهمه جدا في عصر الذكاء الاصطناعي، والاستفاده من الموارد التعليميه الغنيه في هذا العصر والمنطلقه بقوه. الحق بالركب. دي نصيحه. الحق بالركب وجرب. مش هتخسر حاجه. لما تجرب الاداه ومره تصيب ومره تخيب لن تخسر شيء، ولكن ستكتسب مهاره جديده، وستكتسب شغف اللي انت لازم تتعلم ده، ولازم تشتغل عليها، ولازم تعمل كل الجزئيه دي. تمام كده؟ هننتقل للبيانات، وهو نفط المستقبل. تمام كده؟ البيانات وتحسين العمليه التعليميه، ودي نقطه مهمه جدا. بعض المعلمين يقول لي: هو انا ايه علاقتي؟ انا مش في الاداره العليا، انا مش وكيل، انا مش مدير. بس انت هتستفيد لما تفهم النقطه دي، هتستفيد كثير جدا جدا. ليه؟ هتستفيد لما تفهم تكوين وبنيه البيانات، وبازاي بتساعد على تحسين العمليه التعليميه. هتستفيد اللي انت كيفيه تطوير مهاراتك الشخصيه، كيفيه تطوير محتواك العلمي، كيفيه تطوير طلابك، كيفيه تطوير ادائك التدريسي. كل ده من ضمن البيانات، كل ده من ضمن البيانات. ازاي؟ من خلال الخمس حاجات دول. شفتوا، انا عندي حاجه اسمها البيانات الضخمه، ليها دور كبير فيها. البيج داتا، البيج داتا، البيانات كلها الضخمه. فدول خمس حاجات بيوضحوا لك اهميه البيانات وتحسينها. بتعمل ايه؟ بص، اول نقطه عندي هنا كده: البيانات بتعمل تحليل بيانات الطلاب. لما بتعمل تحليل لبيانات الطلاب زي بيانات الحضور، بصوا معايا، بيانات الحضور، نتائج الاختبارات، التقييمات الشخصيه اللي بتحدث على مدار السنه، القضايا السلوكيه، ودي نقطه مهمه، اللي بتحدث برضو على مدار السنه، واللي على اساسها انت بتحدد نقاط الضعف والقوه لدى كل طالب. كل ده بيساعد في تحسين العمليه التعليميه. ليه؟ بيديك رؤيه. رؤيه ايه؟ النتائج منخفضه ليه؟ النتائج منخفضه علشان 1 2 3. التقييمات الشخصيه فيها تذبذب ليه؟ علشان كذا. السلوكيات اللي حصلت او طرقت، ايه سببها؟ ممكن سببها يكون تكنولوجي، ممكن سببها يكون ترند معين موجود، وده اللي حصل في الجزئيه دي. فدي اول نقطه البيانات بتساعدني فيها في تحسين العمليه التعليميه. تاني نقطه عندي اللي هي استخدام التحليلات الوصفيه والتشخيصيه، ودي لتقييم اداء الطلاب. عشان كده احنا في النقطه الاولانيه خالص، في الاول قلت لكم البيانات والتعامل مع البيانات دي مهاره مفروض يتم جدولتها في التنميه المهنيه والدورات الخاصه بالمعلمين حاليا. ليه؟ علشان انت محتاج تعمل تحليلات وصفيه وتشخيصيه في اداء الطلاب والمعلمين، لو انت مسؤول عن المعلمين بقى كمان، لو انت معلم اول مثلا. تمام كده؟ عشان تقدر تحدد المشكلات وفرص التحسين، وتحدد ما يحتاجه من مهارات. دي كلها مهمه. هتيجي منين دي؟ احلل الحاجات دي منين؟ احلل اداء الطلاب والمعلمين منين؟ من خلال الداتا اللي خارجه. اللي خارجه منين؟ من خلال الداتا اللي خارجه من ال ام اس الخاصه بيك، من خلال الداتا اللي خارجه من تفاعلاتنا في الاختبارات وغيره، من كل الحياه التعليميه. العمليه التعليميه هي حياه تعليميه زي الحياه اللي موجوده بره. تمام كده؟ كل الامور دي مهمه. تمام كده؟ فالنقطه الثانيه عندي نقطة مهمة جدا، تمام، اللي هي تطوير أساليب تفاعلية لعرض البيانات والإحصاءات التحليلية. دي برضو من الحاجات اللي هتحسني العملية التعليمية. تطوير أساليب تفاعلية لعرض البيانات والإحصائيات، زي قبول والتسجيل وبيانات المقررات والخريجين. ودي مهمة جدا علشان أقدر أشوف بياناتي على مدار السنة. ودي إحنا بنعملها بقى بشكل إنفوجرافيك، بشكل سهولة، بدل ما أقعد أقرأ شيت إكسل وداتا، انا بشوف عن طريق رسوم بيانيه توصل ازاي. تمام؟ تالت رابع حاجه عندي هنا تطبيق التحليل التنبؤي.
وده نقطة مهمة للفترة القادمة، لازم يبقى عندي تحليل تنبؤي، وده قائم على جزء أساسي في الذكاء الاصطناعي اسمه الماشين ليرنينج، تعلم الآلة. اللي الآلة دلوقتي أنا بعمل دلوقتي بنهيئ منصات التعلم، الليرنينج مانجمنت سيستم وغيره من المنصات اللي بيسجل فيها الطلبة، اللي هي تبدأ يبقى عندها تحليل تنبؤي علشان يقول لك اتجاهات القادمة للقبول المستقبلي وتحسين جهود التوظيف والأداء الأكاديمي للطلاب. يعني خلاص هو من كتر الداتا اللي دخلت له بدأ هو يتعلم، زي شات جي بي تي كده دلوقتي. شات جي بي تي هو بيتعلم من التفاعل معاه والداتا اللي انا بدخلها، تمام كده، علشان يجي يديك تحليل قدام، يقول لك هيحصل كذا، يقول لك السنه الجايه الطلبه احتماليه تغيير سلوكهم في حاجات معينه كذا، الطلبه المهارات اللي محتاجينها السنه الجايه بناء على المدخلات اللي دخلت خلال هذا العام مثلا، تمام كده، في مهارات جديده هتطرق، واحد اتنين ثلاثه، بناء على تحليل كذا، بناء على كذا، فيوصل للتحليل التنبؤي اللي احنا بنحتاجه. يعني نحل او نجد المشكله قبل وقوعها فنستطيع حلها، فدي نقطه من النقاط. خامس حاجه اخيره، اتخاذ القرارات المستنده على البيانات، ودي نقطه مهمه، مش قرارات عشوائيه، قرارات متخذه على البيانات، يعني قرارات مستنده على نتائج تحليل البيانات اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها، ايه اتجاهات النقاط والضعف، ايه فرص التحسين، وليس فكره ان انا يلا انا جايب لكم مجموعه من الدورات التدريبيه لتاهيل مهارات المعلمين والطلاب، مش دي الكلام. انت بناء على ايه بنيت الخطه دي؟ بناء على ايه قلت ان الطلبه عندي ضعيفين؟ بناء على ايه قلت ان الطلبه محتاجين يتحسنوا؟ بناء على ايه قلت ان المنصه التعليميه الخاصه بيا محتاجه تتحسن؟ القرار بتاعك ماشي ازاي؟ قرار مستند على بيانات جايه ومحلله تحليل دقيق ومجمعه كل هذه الامور عشان نوصل فيها. كل الكلام ده على فكره مش كلام نظري، كل الكلام ده احنا بنشتغل فيه دلوقتي خلاص، يعني احنا خلاص داخلين بقوه في الامور دي كلها، بدأنا دلوقتي البيانات بقت خلاص ليها برامج دلوقتي بتحللها، بتديك الامور القادمه ايه؟ بتديك التحليل ازاي؟ اصبحت دلوقتي الناس القائمين على منصات التعلم الليرنينج مانجمنت سيستم وغيره بيطوروا الامور دي علشان يقدر يبيع المنصه بتاعته، يقول لك انا عندي اوبشن هيعمل لك كذا، انا عندي اوبشن كذا، اصبحنا بنكتب المناقصات دلوقتي بما يراعي النقطة دي، لما نكتب مناقصة لمحتوى رقمي، نكتب مناقصة لمنصة تعليمية، نكتب مناقصة لأي شيء هنستخدمه كأدوات في التعليم في المدرسة أو في الجامعة، لازم بنركز في الجزء الخاص بالبيانات، تمام كده؟ آخر جزئية عندي أو ما قبل الأخيرة، دي رقم خمسة، إحنا قلنا ست نقاط، ما قبل الأخيرة سوق العمل والذكاء الاصطناعي، وسوق العمل المقصود به هنا سوق العمل التعليمي. وده القادم، من خلال الأبحاث الجديدة، من خلال التقارير اللي ظاهره للمؤسسات المختلفه اليونسكو وغيره وغيره، اللي مجال التعليم في الفتره القادمه في زياده وفي نمو لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومش كده وبس، وصناعه او اختراع ادوات ذكاء اصطناعي تعليميه صرف، تعليميه في صرف يعني اكثر تخصصا للتعليم فقط. بناء عليه هيبدا يظهر بعض الوظائف اللي انا هقولها لحضراتكم، بناء عليه في بعض الوظائف اللي هقولها لحضراتكم، ودي اللي محتاجين احنا نفكر فيها. المعلم لازم يفكر فيها، وبالتالي لازم يبدا يطور مهاراته بما يفيد ده، يعني يبقى معلم وعنده وظيفه جديده ممكن يكسب منها ويتربح منها، وايضا القائمين على المناهج لازم يطوروا ده. عندي اول حاجه ودي نقطه مهمه بقى هيظهر فيه عندي مطور برامج تعليميه مدعومه بالذكاء الاصطناعي، ودي كانت موجوده بس هتحتاج مهارات. دول الناس اللي هم مين؟ دول الناس اللي هم المصممين التعليميين، الاستراكشر ديزاين. الاستراكشر ديزاين والديفلوب اي ليرنينج هم الناس دي اللي كانت وظيفتهم، بس وظيفتهم حاليا هيصبح اللي هم لازم يطوروا نفسهم. خدوا هم عندهم جزء قوي جدا في الاستراكشر ديزاين والتصميم التعليمي والتعامل مع الادوات الخاصه بالتعليم الالكتروني وغيره، محتاجين بقى يضيفوا على نفسهم تطويرهم في ادوات الذكاء الاصطناعي وكيفيه الاستفاده منها في انظمه التعلم ال ام اس والمحتوى الرقمي الاي كونتنت القائم على الاي اي، فدي جزء مهم، يعني دي وظائف اصلا موجوده بس اصبحت بتتطور اكثر واكثر، فده كله نقطه. تاني حاجه عندي هيظهر حاجه ودي بدات تظهر بالفعل بس مش في التعليم، بدات تظهر في الناس اللي بيشتغلوا في البيزنس وغيره، بقى عندي اخصائي بيانات
اللي هو محلل بيانات. محلل البيانات ده بقى بيشتغل على تحليل البيانات الخاصة بالبيج داتا وأنمطها وتحسينها، ويبدأ يبقى فاهم كل البيانات ويبدأ يطلع تقارير، وعلى هذه التقارير نبدأ ناخد قرار إيه؟ قرار مستند على التقارير اللي إحنا لسه متكلمين فيه. فده هيظهر بقوة، وده محتاج من الشخص نفسه يتعلم تحليل بيانات، يتعلم كيفية التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج وغيره، يعني هيبقى متخصص بس عنده جانب خاص بالتعليم هيبقى ليه قوة أكتر. تمام؟ تالت حاجة عندي مدرب تقني في الذكاء الاصطناعي، وده بدأ يظهر، اللي أصبح بعض المعلمين وبعض أعيادات التدريس تحولوا اللي هو بيدرب المعلمين والطلاب على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، ودي بدأت تظهر. بس دي بنصح بيها الناس لو هتشتغل عليها لازم تبقى متمكن ليس في أدوات الذكاء الاصطناعي فقط، لازم يبقى عندك خبرة سابقة في التعليم، خبرة سابقة في التعليم الإلكتروني، خبرة سابقة في التصميم التعليمي، يعني لازم تبقى مش موسوعة عشان الناس ما تخافش، لازم يبقى عندك كل الثقافات دي علشان أقدر أقول لك تشتغل إزاي. يعني ما ينفعش أجي أقول لك اشتغل الأداة دي وأنا مش فاهم أهداف تعليمية، سامحني، يعني أنا يعني فاقد الشيء لا يعطيه، هقول لك الأداة دي إزاي تشتغل وأنا ولا فاهم المنهج بيشتغل إزاي، ولا فاهم البنية المعرفية للطالب هتمشي إزاي، خلاص كده، ولا فاهم الهدف التعليمي كيف يصاغ، كل الامور دي. يعني لم يسبق لي ان قمت بالتدريس في المدارس ولا الجامعات، وبالتالي انا مش عارف ايه اللي بيحصل في المطبخ التعليمي. فبالتالي هتلاقيني بديك الاداه، اداه انا بقول لكم على دي عشان لما تيجوا حتى تختاروا من يدرب لكم او من تتدربوا على ايده في ادوات الذكاء الاصطناعي او الدورات اللي تلتحقوا بيها، لازم يكون عنده الخبره التعليميه عشان هيقول لك الاداه دي ممكن تستخدمها في واحد اتنين تلاتة. فهتلاقي واحد اتنين تلاتة دي هي اللي انت بتشتغله، اللي ماسس حياتك التعليمية. تمام كده؟ هيظهر عندي مصمم مناهج ذكية، ودي نقطة مهمة. احنا كان الأول الإي كونتنت ممكن يبقى إي كونتنت تفاعلي عادي وجميل في موشن، في شغل الحاجات دي كلها، دلوقتي بقى اسمه الإي كونتنت بقى سمارت. ليه سمارت؟ علشان مفروض أي كونتنت دلوقتي في المستقبل القريب والفترة القادمة يصبح يتأقلم مع المتعلم، فيبقى سمارت اي كونتنت، سمارت كونتنت نفسه. ليه؟ علشان لازم يقدم تجربة تعلم للمتعلم. تجربة تعلم للمتعلم دي محتاج يشتغل عليه، فدي نقطة مهمة جدا جدا هتظهر الفترة القادمة. مصممين المناهج حاليا موجودين كتير، بس برضه محتاجين بقى يضيفوا العناصر والجزء الخاص بالذكاء الاصطناعي والتعامل. آخر حاجة ودي مهمة جدا، ودي ليست حكر باحث في تقنيات التعليم، ليست حكر على الذي يقوم بالدراسات العليا أو اللي بيعمل ماجستير ودكتوراه، لا، الباحث هو بيبحث عن مشكلة ما، فممكن يجري بحث والبحث ده بينعكس على العملية التعليمية. فعشان الناس بس ما تروحش فيها اللي أنا لازم أبقى باحث يبقى لا، لا، هتعلم مهارات البحث العلمي وممكن اعمل ابحاث، الابحاث دي هتساعدني في تطوير مهاراتي الشخصيه، في تطوير مدرستي، في تطوير العمليه التعليميه اللي بقدمها، في شغلي التام وشغلي الخاص. دي بعض الوظائف اللي من تحليلي السابق ومن معايشتي مع ادوات الذكاء الاصطناعي من فتره ماضيه بدات اوضحها لبعض الناس، وان شاء الله ممكن في لقاءات اخرى نبدا ناخد كل وظيفه ونبدا نحللها اكتر ونقول ايه المهارات اللي محتاجها، وممكن برضو يكون ظهر لنا بعض الحاجات الجديدة في وظائف جديدة ممكن برضو نطرحها إن شاء الله بإذن الله. آخر حاجة عندي التحديات الخاصة بالأخلاقيات والتحديات الأمنية، ودي برضو محتاجكم. الذكاء الاصطناعي والتحديات الأخلاقية والأمنية ليست وليدة اللحظة، التحديات الأخلاقية والأمنية ظاهرة من وقت ظهور الإنترنت، مرورا بتطورات المختلفة وصولا لشبكات التواصل الاجتماعي وهكذا. فهتلاقوا في موضوع مهم جدا يجب القراءة فيه، وممكن تشاهدوا فيديوهات على القناة عندي، هو خاص بالمواطنة الرقمية. أنا قدمت فيه فيديوهات عن من 2015 بنتكلم فيه، تمام كده؟ المواطنة الرقمية ده علشان يوضح لك إن التحديات الأخلاقية ليست وليدة اللحظة، ولكن هي تطورت هذه الفترة. تطورت ليه؟ تطورت اللي أصبح لازم يبقى عندي تحديات متعلقة بالخصوصية وأمن البيانات. بدأت تتقسم، يعني بدأت التحديات تتقسم في قضايا أخلاقية، في استراتيجيات حماية الخصوصية والأمن الرقمي، والحاجة إلى تنظيمات وقوانين. الحاجة إلى تنظيمات وقوانين دي
الناس بدأت تشتغل فيها، والمنظمات العالمية اليونسكو وغيره بدأت تطرح تنظيمات، وحتى على المستويات الإقليمية في وزارات التعليم في الدول المختلفة بدأت تحط بعض التنظيمات وبعض القوانين الداخلية لتنظيم هذا العمل. كل هذا محتاج يشتغل عليه. تمام، خلونا ننطلق في كل نقطة كده من أول التحديات المتعلقة بالخصوصية والأمن البيانات. طبعا احنا دلوقتي في عصر جمع البيانات الشخصية. ليه؟ ما احنا دلوقتي في الاي اي، والاي اي انت بتدي له كلام، فانت يجب ان ترى او تتدرب كمعلم وتدرب طلابك برضو على حجم البيانات او كمية البيانات اللي مفروض تديها للذكاء الاصطناعي. مش كل البيانات ادخلها على شات جي بي تي واساله فيها. في بيانات سرية، في ابحاث سابقة من شهرين لقوا ان بعض الشركات تفاعل الموظفين مع الشات جي بي تي بيمس الامن الداخلي للشركه، بداوا يطلعوا ملفات سريه عشان يسالوه ويتفاعلوا معاه. فكل ده انا لازم انا ابقى الكنترول بتاعي. مش كل الكلام هيتحط، مش كل المعارف هتتحط، عشان احنا قلنا ده تعلم اله، ماشين ليرنينج بيعلم الحاجه فبياخد منك وبيحفظها عنده وبيطلع الحاجات دي بعد كده بعد ما بيتعلم فيها ممكن لحد تاني وهكذا، فالمعلومات هتحصل فيها كده. المراقبه والتتبع دي برضو من التحديات اللي عندي. يعني ايه المراقبه والتتبع؟ يعني استخدام التقنيات اصبح دلوقتي بيتتبع الاشخاص بشكل كبير، وده احنا بنلاحظه دلوقتي من قبل الذكاء الاصطناعي، من السوشيال ميديا. مش السوشيال ميديا تيجي بتتكلم مع حد او بعت له على الشات او بتتكلم مع حد فيس تو فيس عن موضوع مثلا السيارات، عن اكل، بتلاقي طالع لك اعلانات عن الاكل اكنه بيتجسس عليك، عشان هو خلاص بقى بيسجل الداتا. هي دي اللي احنا بنتكلم عليها، هو بيراقب كل ما يحدث في حواليه. حتى عشان كده بعض ادوات زي جوجل وغيره هي بتسجل اللي حواليها كمان، بتسجل اوتوماتيك. فكل ده بيدرب الماشين ليرنينج بتاعتها عشان يطلع لك داتا، يطلع لك الداتا دي بيستفيدوا فيها التسويق، يظهر لك اعلان انت عايز تشتري شقه فتلاقيه بدا يظهر لك اعلانات لشقق، بدا يظهر لك اعلانات لاكل وغيره من هذه. الامن الرقمي، وده اللي لازم نتعلم فيه الفتره القادمه، الامن الرقمي والهجمات السيبرانيه وما يحدث فيها. وده طبعا مهم جدا علشان برضو نتعلم اللي احنا في البيانات بتاعتنا مش نحطها كلها، عشان ممكن يحدث تسريب لبعض قواعد البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بعض قواعد البيانات الخاصة بالتعامل مع بعض الأدوات اللي احنا بنتعامل معاها، فيحصل تسريب لبعض الأدوات. فده من التحديات اللي عندي. تاني حاجة عندي استراتيجيات الحماية بقى، ودي لازم نتعرف عليها كمعلمين ونفهمها. انا مش بقول نتخصص فيها، عشان دلوقتي احنا بقى في اتجاه دلوقتي عالمي واقليمي ومحلي اللي يبقى فيه ناس متخصصه في الامن السيبراني في كل مؤسسه، بقى هم متخصصين على الامن السيبراني وبقى هم بيحطوا البروتوكول وبيحطوا المعايير الخاصه بيها. فعشان كده لازم احنا برضو نتعرف عليها عشان يبقى في لغه مشاركه بيننا وبينهم. اول حاجه، في حاجه اسمها في الاستراتيجيات الحمايه تشفير البيانات، وده اللي انا لما بخزن البيانات وبنقلها ده بنقلها بشكل مشفر اكتر واكتر، وبعمل ليفل داخل المؤسسه التعليميه بتاعتي. ليفل يعني ايه؟ بيانات في صلاحيات لناس معينه بس يدخل عليها، وبيانات لا تدخل، وهكذا في التصنيف. فدي نقطه مهمه عشان تشفير البيانات. الحد الادنى من البيانات، وده مهم جدا، ايه البيانات الضروريه جدا اللي انا هعالجها واحللها بما لا يمس البيانات الشخصيه. يعني مثلا انا الطالب عندي سجل الطالب، مش هظهر الا اسمه والرقم بتاع الطالب، مش هظهر مثلا ساكن فين، مش هظهر رقم بطاقته، مش هظهر كل الحاجات دي. فده الحد الادنى. تمام، لازم افهم اللي فيه تقنيات مضاده للتحيز. يعني ايه؟ يعني بعض ادوات الذكاء الاصطناعي وانت بتتفاعل معاها هتلاقيها متحيزه في بعض الامور، يعني متحيزه في بعض القضايا السياسيه، في بعض القضايا الاخلاقيه. كل ده مهم، فانا لازم اعمل بروتوكولات عندي او ادوات تعالج هذا التحيز، وبالتالي لما الطالب بتاعي يدخل يبقى داخل في بيئه امنه وهو بيتعامل مع ادوات الذكاء الاصطناعي عشان التحيز في الجزئيه دي. ماشي، القضايا الاخلاقيه عندي هنا بقى اتخاذ القرارات الاليه والتحيز الخوارزمي اللي لسه كنا بنتكلم فيه. اتخاذ القرارات الاليه دلوقتي الانظمه اللي احنا بنتعلم معاها مع ادوات الذكاء الاصطناعي بدات تدخل في حياه الافراد وتدخل في حياه حضراتكم، بتتخذ قرارات آلية في حاجات أنت بتتكلم معاها فيها، وبالتالي أنت محتاج فلترة، تعمل فلتر لنفسك لما تتحدث مع أي أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي ما تاخدش الكلام بتاعها مصدق، لازم يرجع لمراجعتك، ما يبقاش
مجرد اللي هو قال لك رأيه بدل رأيه الصحيح، فده نقطة مهمة. هو بيبني الرأي ده بناء على تعلمه، مش بناء على كل إلمامه بكل الأمور، وبناء على شكل سؤالك ليه، أنت بتسأله إزاي، تمام كده، أو أنت بتدي له معلومات إزاي. كل ده هو بيبني القرار. فبالتالي بعض الناس للأسف، وده بدأ يظهر دلوقتي، حياتهم بتتدمر بسبب القرار اللي بياخده على طول بدون تعلم وبدون أي شيء. فدي نقطة مهمة لازم نفهمها. أي قرار هو بيدوني، القرار ممكن لحياتي الشخصية، القرار ممكن لمادتي العلمية، ممكن لبحث العلمي، ممكن لأي حاجة، لازم أبص الكلام اللي بيقوله ده صح ولا لأ، الكلام ده هل هو فهمني صح، تمام كده ولا لأ. كل الأمور دي في التحيز والخوارزمي، وده اللي أنا بقول لك عليه، اللي بعض أدوات الذكاء الاصطناعي للأسف معمولة من قبل الغرب، فالغرب متحيز لبعض القضايا، ودي مهمة جدا وهتكلم بيها بصراحة، زي قضايا الشذوذ الجنسية هتلاقيه بيتكلم فيها بأريحية وفري خالص، ودي عندنا احنا للجانب الديني الإسلامي بتاعنا مش صحيحة، فبالتالي هتلاقيه بيتكلم بأريحية وممكن يدي نصائح للطلاب بتوعك بما يخالف الشريعة والفطرة. التحيز للقضية الفلسطينية أو ضدها، دي نقطة مهمة برضو بتلاقيه برضو ضدها، فهتلاقيه واخد قضايا كده وبعض الأمور فيها تحيز، فلازم تنتبهوا لهذه الأمور في الأمور التقنية، في الأمور الأمنية، التحيز ثم التحيز. يعني هو مش بيديك برضو كل حاجة بصراحة، أو في موضوعات هتلاقي موضوعات شائكة بيقفلها عليك، أو بيديك حاجات مقتضبة، فلازم تراجع المعلومة بشكل، تمام كده. آخر حاجة عندي واللي أنا بقول لكم عليها، هي بدأت تحدث من فترة طويلة، وهي الحاجة إلى تنظيمات وقوانين. الحاجة لتنظيمات وقوانين دي فيها 3 حاجات، لازم تطوير الإطار التنظيمي، وده ممكن نشتغل عليه بكذا مستوى. انا ممكن اشتغل عليه بالمستوى الشخصي بتاعي، لازم انا يبقى عندي اطار تنظيمي في تعاملي بشكل شخصي مع الادوات، صح كده، لازم اشتغل كذا، لازم اعمل كذا، ولازم ممكن بعد كده ارفع مستوى شويه على مستوى الفصل، على مستوى المدرسه، ثم على مستوى الوزاره، ثم على مستوى الدوله. يعني ممكن مش لازم ننتظر اللي لازم يجي لي اطار تنظيمي من بره، فين انا، ماشي كده. فنبدا بهذا الليفل، الاطار التنظيمي ده هيساعدك في التعامل بقوه مع كل المشاكل اللي بتحصل، تمام. التركيز على الشفافيه دي، ودي نقطه مهمه جدا، يعني التعامل وشفافيتي معاه ازاي في اتخاذ القرارات، في التعامل، ايه الليفل اللي مسموح ليا اللي انا اتعامل مع ادوات الذكاء الاصطناعي وتدخل في جانب عملي، ما مش هتقوم بكل جوانب عملي، فلازم برضو يبقى فيها الجزء ده، تمام. ثالث حاجه وهي اهم حاجه، تعزيز الاخلاق. تعزيز الاخلاق ده مهم جدا جدا جدا، لازم نربي انفسنا ونربي ابنائنا الرقيب هو الله وليس قانون وليس اي شيء. القانون هيجي، تمام، بس لو انت حطيت له رقابه داخليه بتعزيزك لاخلاقه وبالتعزيز الديني ليه، هيبدا يبقى في خط احمر، اللي هو بيتعامل هيخاف يغش لو لقى الادوات بتغششه، هيخاف يتعامل اللي هو يجيب صورة حد من زمايله ويتنمر عليه بأدوات الذكاء الاصطناعي، هيخاف اللي هو يعمل هاكينج يضر حاجة لما يكون كسب مهارة في البرمجة وغيره، فراح عمل هاكينج على المدرسة أو على زمايله أو على المعلمين بتوعه، لما عزز أخلاقه، تمام كده، فهيبقى عنده خط أحمر. فدي نقطة مهمة جدا جدا، اللي هي الأخلاق الرقمية والمواطنة الرقمية، ونفهمها لطلابنا ونفهمها لأنفسنا ولأبنائنا عشان ننطلق بقوة جدا جدا جدا. وبهذا الحديث أكون انتهيت من الندوة السريعة، وأتمنى تكون لطيفة على حضراتكم كده، وأتمنى يعني وأكون أفدت الجميع، وبشكر مرة أخرى أعناب على إتاحة الفرصة إن أنا أبقى مع حضراتكم في الندوة السريعة دي عن الذكاء الاصطناعي في التعليم، كيف نستعد للمستقبل، ولنا لقاءات أخرى كثيرة بإذن الله تعالى. وزي ما قلت لكم هتلاقوا في يعني دورة كاملة في الذكاء الاصطناعي في التعليم بفضل ربنا سجلناها الفترة الماضية على أعناب، موجودة على أعناب دلوقتي، وفي محاضرات سابقة على القناة الخاصة بيا، وهتلاقوها على موقعي الشخصي، ممكن برضو تستفيدوا منها، بس محاضرات مقتصرة لموضوعات منفصلة، مش زي الدورة بتاعت أعناب، هي دورة متكاملة بإذن الله تعالى. ومع حضراتكم بقى الأسئلة، يعني نستأذن من القائمين على أعناب يدونا بس 10 أكيد دقايق كده للأسئلة، أكيد أكيد ويسامحونا دكتور، يعني، بس عشان احنا يعني الناس هتلاقيهم عندهم شغف ان هم يسالوا، واحنا مش بالعكس نكتر منهم. بالعكس الله يكرمك، احنا فاتحين الآن دكتور باب الأسئلة،
جاتنا وصلتنا أسئلة في الشات، لو حاب تمام، أقرأها عليك. اتفضلي وانا اجاوب، اتفضلي اقري وانا اجاوب. طيب، هنا في سؤال من أستاذة آلاء تسأل: كيف أقدر أعلم طلابي أساسيات استخدام الذكاء الاصطناعي دون الاعتماد عليه للغش؟ دون الاعتماد عليه للغش، ماشي. ما هو احنا كنا، لا ممكن السؤال ده قبل ما ننتهي من ده، بس اقوله تاني. هتعلميهم اول نقطه يا استاذه الاء اللي هي اخلاقيات الرقميه ايه، تمام كده، والتعامل معاها، وده لازم يتعامل عشان ده هو اللي هيبقى صمام الامان للادوات. لن تستطيعي، عشان برضه اقول للناس، لن يستطيع احد عمل رقابه كامله على الطلاب والاولاد الا بالطريقه دي، بالاخلاقيات الرقميه والدين، تمام كده. فدي النقطه المهمه. ثم بعد كده هتعمل لهم خطه بقى لطرح ادواتهم، ودي النقطه المهمه اللي حضرتك لازم تعمل لهم خطه تدريبيه واضحه للاستفاده من الادوات ايه، واللي ازاي كمان، مش استفاده فقط، استفاده في حياتهم التعليميه عشان يحسوا بفائدتها، وليس اللي هو يقول لك ايه المعلمه بتتكلم وخلاص، او كلام بتقولها خلاص، لا، لما يحس ان دي بتعمل لك كذا، ودي بتساعدك في ان انت تنظم وقتك وتنظم الواجب بتاعك وتعمل كذا وتعمل كذا، هيندمجوا معاك بقوه ان شاء الله باذن الله تعالى. فالبدايه الأخلاقيات ثم الأدوات، تمام كده؟ واضح، يعطيك العافية دكتور. في سؤال ثاني من نوفا تسأل: هل يوجد تطبيقات وبرامج ذكاء تدعم التعليم نستطيع استخدامها لتفعيل الحصة الدراسية؟ في كتير موجود، وهتلاقوها في الدوره بتاعت اعناب موجوده، وفي حاجات برضو على القناه بس بشكل مقتطف، مش بتوسع. في ادوات دلوقتي كثيره جدا باذن الله تعالى، اطلعوا عليها، ولو في نواقص ممكن تبلغوني او تبلغوا اعناب، تمام كده، ونبدا نعمل فيها فكره جديده او نعمل كورس جديد ليها ان شاء الله، او دوره تدريبيه باذن الله تعالى، تمام كده. على المنصه بتاعت عناب اللي انتوا حاضرين معايا فيها، منصة عناب عليها دورة كاملة أنا مقدمها عن أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم، تمام كده، وكيفية استخدامها، مرورا بكذا حاجة إن شاء الله بإذن الله تعالى، تمام. مواقع الذكاء الاصطناعي في الفيديوهات التعليمية، مش في سؤال كده من الدكتورة مروة؟ طيب، إيه، في سؤال هنا تقول إنه ما هي مواقع الذكاء الاصطناعي لعمل الفيديوهات التفاعلية؟ في مواقع كتير يعني، بس خلوني يعني انا ممكن احط لكم تحت الروابط عشان مش متذكر الاسماء، بس في مواقع كتير انا شرحتها سابقا، تمام كده، والفكره اللي انا مش قادر افتحها قدامكم بس عشان الوقت، تمام. فهتلاقوا حاجات كتير موجوده شارحينها على اعناب، وفي حاجات كتير برضو على القناه، تمام. وزي ما قلت لكم قدام حضراتكم السوشيال ميديا الخاصه بيا، تواصلوا بس معايا، انا عندي كتاب، بس هحاول انا اشوف لكم اللينك وارفعه لكم دلوقتي، في كتاب مجانا اسمه ادوات الذكاء الاصطناعي في التعليم، مصنف الادوات كلها، مصنف الادوات كلها، ده تقدروا تستفيدوا منه، تمام كده. هحاول بس اجيبه لكم وانا بتكلم معاك اهو، لو في سؤال ممكن يعني ناخده لحد بس ما اجيب الرابط، ان شاء الله باذن الله تعالى وارفع لكم الكتاب ده. الكتاب ده مجاني، انا يعني عامله مجاني للاستفاده المعلمين، هتلاقوا فيه تصنيف كبير جدا لكل الادوات، وفي جزء تاني بجهز فيه ان شاء الله باذن الله تعالى مع الادوات الحديثه اللي ظهرت، ان شاء الله باذن الله تعالى برضه هنزله مجانا بحيث الناس تستفيد منه. انا جبت لكم الرابط اهو، حطيته لكم وهتلاقوه في الشات، تمام كده، محطوط في الشات دلوقتي، ومحطوط كمان في البث الخاص بالقناه كمان، تمام كده. طيب دكتور، لو تسمح لي آخذ الشير منك، فرصة ماشي، ننتهز هذا اللقاء ونعرض لهم دورة الذكاء الاصطناعي على المنصة، تفضل. وكمان احنا جهزنا لكم مفاجأة للحضور في كود خصم خاص باللي حضروا هذه الندوة، خاص بال طيب هنا في صفحة المنصة ندخل نسوي سيرش على الدورة، تظهر لنا الدورة، بس حوريكم الخطوات. نجي نسوي التحاق بالدورة، هنا صفحة الدورة، نضيف الكود هو AI 2024، يتم تفعيل الكود، بكذا راح تحصلون على كود خصم 10%. هذه الدورة الخاصة بدكتور محمد شلتوت على منصة عناب. طيب، للتنويه بس، هذه الندوة ما عليها شهادة حضور،
لكن الدورة في منصة أعناب يوجد فيها شهادة. دكتور، هنا في سؤال يقول: هل يمكن أن تشرف تقوم بالإشراف على رسالة الماجستير الخاصة بي؟ والله انا ما عنديش مشكله، اتواصل بس معايا بشكل شخصي علشان في بعض الامور الاداريه، يعني ممكن بعض الجامعات ليها بعض التنظيمات وغيره، فانا يعني اتشرف بذلك، ما فيش اي مشكله، بس تواصل معايا بشكل شخصي بقى، وان شاء الله باذن الله تعالى يعني نتحدث في هذا الامر. تمام كده؟ يعطيك العافية دكتور على هذا الشرح الوافي والكافي، وأتمنى الحضور استفاد من هذه المعلومات. هنشوفك دكتور إن شاء الله في ندوات قادمة على ان شاء الله منصة باذن الله، أعناب. ان شاء سعيدين الله، كثير باستضافتك. الله يكرمك، وانا اسعد، وشكرا ليكم وشكرا للحضور، ولو في اي تواصل بشكل شخصي الناس بس تبحث عن اسمي او تدور على السوشيال ميديا الخاصه بيا، وانا هرد عليهم في اي تساؤل اخر اذا لم يتسنى يعني الرد النهارده يعني. تمام كده، شكرا أكيد ليكم أكيد، واشوفكم على يعطيك خير، العافية دكتور، شكرا لك. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، مع السلامة.